مثالي لأنك الأم والأخت والسند والحياة. وحدك أنتي وبقوتك وقدرتك قادرة تتغلبي على السرطان. تجارب نساء كثيرة كانوا ضيوفنا وضوينا أكثر على تجاربهم خلال شهر تشرين الأول الشهر الوردي، كلهم سجلوا نجاحهم وتغلبهم على هذا المرض. سلمى، أكيد بالإرادة والوعي والكشف المبكر عم بيكون الشفاء هو النتيجة المؤكدة. واليوم معنا بفقرتنا السيدة فادية أشرابي، عضو في جمعية سرطان الثدي. خلينا نحكي أكثر عن تجربتها، وبدنا نصبح عليك صباحك إرادة وصباحك قوة وصباحك مشرق. وصباحكم خير يا يسعد صباحك مدام فادية. صباح الخير يا هلا. يعني بداية رح نبدأ مع يمكن أكثر عنصر حكينا عنه خلال هذا الشهر تميزوا فيه كل السيدات الناجيات، وهو القوة والإرادة من بداية اكتشافهم للموضوع. وإذا بتسمحي لنا نرجع شوي معك للوراء ونرجع هيك شوي بداية اكتشاف هاي الحالة. بداية اكتشاف كان من 13 سنة. من 13 سنة حسيت شعرت انه انا وضعي مانو سليم. صورت طلع عندي كتلة صغيرة. قال بعد 6 شهور ممكن انه نرجع نصور. الحقيقة انه انا شعرت شو صاير معي، وحسيت انه انا معناتها الموضوع حيتطور. ففي لي انا اخت توفت كانت قبل سنين كان معها بالدم. فأنا تذكرت المعاناة اللي عانتها والوضع اللي كانت هي فيه. بالحقيقة أني جواتي أنا كان عندي خوف من العلاج يلي ممكن أني أتعرض له. فقلت أفضل شيء أني أنا اختفي وما أحكي، والأمور بتاخد طبيعتها وبيكون بيمشي كله مزبوط. يوم من الأيام بنتي، عندي بنت، فشعرت أنه وضع ما أنه مزبوط. بنتي حكت بنات اختي، بنات اختي جنوا، بنتي جنت، حكت اخواتها كمان جنوا علي. انت ما كنتي حاكيتي لا؟ انا لا 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 ما كنت حاكيه، حسوا لانه كمان حسيت انه وضع مو طبيعي، انه ماما فيها شيء. انا وقت شفت الدمعه بعيونها وشفت كلهم شو اللهفه تبعهم، شعرت انه انا وين رايحه؟ هذا غلط مني كبير اني انا اكون ضعيفه. انا المفروض اعلمهم القوه، ما اكون انا ضعيفه، انا بدي اكون قويه، بدي اكون انا اللي وجههم يشوفوني انا الصوره تبعهم يلي ممكن اني اتحدى فيها. اذا انا شغله بهال والدنيا عم تتقدم والطب عم يتقدم، اذا هالشغله حتضعفني وارجع اقعد، لا كثير غلط. وكثير غلط اذا انا بحبهم، إذا أنا بحب عيلتي، إذا أنا بحبهم كلهم، لازم أنا تبدي أقوى. تمام، يمكن أنت انطلقتي من ذاتك كرمال عائلتك. أكيد. كرمال ما تشوفي يمكن الدمعة بعيون بنتك. أكيد. رغم أنه أنت اللي كنتي مصابة بالمرض، تحكي لنا شوي كيف رحتي تشجعتي وفحصتي وبعدين نحكي على العلاج. أكيد، رحنا عند دكتور طبعاً أول ما شاف الصورة قال لي أنا لو شايف الصورة من الأول حالاً حفوتك على العملية. بلشت بنتي دمعة بعينها، طلعت فيها قلت لها معقول انت شوفك انا عم تبكي تكوني ضعيفه؟ العمر بايد رب العالمين. صحيح. وقت الله بده ياخذ العمر معناتها منتهي، لا انه ضعفت ولا ما ضعفت. يعطيك العمر الطويل. في بالدنيا دواء، الله يخليك، في بالدنيا دواء وفي بالدنيا اطباء ممتازين. فنحن الانسان بيتعالج وبيقول يا رب، والأمور إن شاء الله كلها بتمشي على خير. فما بدي أشوفه لدمعة، إذا بتكون يعني مزبوط معناتها ما بدي أشوف دمعة. الحقيقة كانت إلهم كتير، هن أولادي، أولاد أختي، عيلتي كلها عطت هالدعم. هذا الدعم وقت شفت المحبة اللي في عندهم قلت لا، تاري الدنيا حلوة والولاد حلوين والأصدقاء حلوين. كان الحقيقة الدعم من الكل، وبلشت عملنا الاستئصال والحمد لله. الحمد لله. يعني مثل ما حكينا مع حضرتك بيبدأ أنه السيدة تصنف ناجية لما بتتعالج من سرطان الثدي، لكن سيدات كتير للأسف بسبب عدم اكتشافهم أنه هنن عندهم سرطان بمراحل مبكرة، ممكن هذا الشيء يأثر عليهم. مع العلم أنه نحن عم نحكي هذا الشهر عن سرطان، كتير فيه نسب شفاء عالمية سجلت حول العالم، ويمكن بيقولوا لأنه أصلا بعضو بارز من الجسم ممكن نسبة حتى إجراء عملية أو استئصاله. صح. هي نسب كبيرة بالشفاء. صح. هذا الشيء كان مع حضرتك برحلة العلاج، خلينا نحكي عليها إذا بتريد. يعني
أنا كتير طبعاً أنا بلوم حالي بالأول، لأنه لو بالأول أنا حكيت كتير كان شغلي غلط، كان ممكن يستأصل جزئي، ممكن الغلط تبعي أني أنا سكتت لاستفحل الموضوع لصار استئصال كلي. ليه أنا انتسبت حتى لهالجمعية لأشتغل؟ لحتى يكون الوعي عند غيري، لأنه حتى ما يصير معه مثل ما صار معي. لا، كل شيء بأوله سهل كتير، والحمد لله كمان بقول بشكر الله أنه اللي بمنطقة هي أهوى من غير مناطق، أنه حتى حسبي استقصل كله، ما هي آخر الدنيا، أكيد ما هي آخر الدنيا، وحنضل عايشين وحنضل نمشي وأمورنا طبيعية وحنرجع نعيش وكل الأمور حتبقى منيحة بإذن الله. يعني برجع بقول كتير غلط أنه الإنسان يترك حاله، وهذا اللي خلانا نشتغل بهالجمعية. والحقيقة كانت المدام سامية اللي أسست الجمعية الحقيقة كان لها دور كبير بالوعي، لأنه كمان هي من أثر تجربتها قدرت تبلش وكان عندها القوة، وحبينا نرجع نشتغل معها ونرجع ندعمها، وكان في دعم من الأطباء، وكان في حتى ما نخلي غيرنا يوقع باللي وقعنا فيه نحن ويوصل لمراحل متأخرة. تمام، يعني هلا يمكن يلي عم يشوفك عبر شاشة الأخبارية السورية وعم يشوف هذا الوجه الجميل المنور، الله يخليك، يمكن عم ياخذ قوة إنه حياة ما بتوقف. لا، حضرتك مريتي بتجربة أكيد. وكفيتي حياتك ونجيتي منها، ولكن في بعض الأخطاء ما بدك باقي السيدات يوقعوا فيها، مثل أنه يروحوا يفحصوا حالهم ما يهملوا حالهم. قديش هذا الشيء حلو، هذا العطاء من بعد تجربة، دائما اللي بيكون مجرب شيء وبيحاول يعطيه بيوصله بشكل خلينا نقول بفوت تماما. يعني هذا محبتنا بالعالم، محبتنا بالدنيا. الحقيقة أصدقاء حوالي الإنسان بيطلع عليهم، بالعكس قد ما شفنا منهم محبة فنحن خايفين عليهم أكيد أنه يرجعوا يشتغلوا على حالهم، أنه ما يتركوا حالهم. من الصغار لما بيطلعوا بيكتشفوا أي شغلة صغيرة ما بيقدروا يسيطروا عليها، ما بيوصلوا لهالمراحل، ما بيوصلوا لمرحلة الكيمو. الحمد لله بقول أنا يمكن من عند الله كان حظي منيح، أنه الله عافاني وشافاني الحمد لله، نزل شعري رجع طلع شعري. طبعا في معاناة ما أنا سهلة بالكيمو. حطيتي بيروك ولا تقبلتي نفسك؟ والله لا ما تخبيت، ليه اتخبى؟ ليه اتخبى؟ هذا مرض من عند الله، ما له معدي، لا له مرض معدي، لا له مرض قاسي. بحكي عن انتي، عنك انتي، قديش كنتي متقبلة نفسك؟ اتقبلت حالي، انا اول ما شعرت من اول جرعة رحت انا قصيت شعري، انا قصيت شعري واجيت لهم شوفوا انا قصيت شعري. يعني انا بالعكس من النوع اللي بدي ارجي القوة وارجي انه انا، وفعلا هذا الشيء اللي انا كنت عم بوحي لنفسي هو قواني، هو عطاني القوة أكيد. وهذا الشيء يمكن الشفاء كمان، وخصوصا بمرض السرطان جزء كبير منه هو شفاء نفسي. يعني أغلب الحالات اللي عم نشوفها والسيدات اللي عم نستضيفها في شيء نفسي، شوفي لما تكون شيء نفسي قوة من داخلية تماما، وثقتك بالله ونعم اللي عند الله ما عند حدا أكيد. ثقتك بالله القوية والقوة اللي عندك الداخلية، هدول الاثنين بيدعموا بعضهم. وطبعا حواليك أهلك وولادك وأحبابك وأصدقائك الزراء، يعني كلهم مع بعضهم، هدول كتير دعم كبير أكيد. يعني المحيط بيأثر بنسبة كتير كبيرة، وبنرجع بنقول وبنذكر وبوجود حضرتك دائما لا تهملي نفسك، حبي أكيد. حالك أكيد. روحي فحصي نفسك. هلا عم نشوف مدام فادية صبايا بعمر صغير عم ينصابوا بمرض السرطان. الدنيا مو آخر الدنيا أبدا. تمام. أبدا مو آخر الدنيا، هون بدنا منك يعني صفيت مثل الجريب، صفيت يمكن مثل كأنه عم بقرب، كأنه حلقه مزعوج، كأنه صفيت مزعوج، وبيقدروا يسيطروا عليه بسرعة. يعني ما أنه خاصة إذا بأوله، ليه نحن عم نقول أنه لازم الكشف المبكر. الكشف المبكر شغلة بتكون صغيرة وبسيطة وبيقدروا يسيطروا عليها بكل بسيطة، ما يحتاجوا ليوصلوا لمراحل العلاج الكيماوي أو مراحل علاج ثاني أو استئصال. بيقدروا استئصال بيكون جزئي، استئصال بسيط تطلع مثل حبة صغيرة، ممكن بتكون سهلة كتير وخلص بيخلصوا منها. يعني كتير غلط إنه الإنسان يترك نفسه، والمفروض الواحدة تحب حالها مثل ما قلتي، لأنه لتعيش الحياة حلوة أكيد.
خلينا نحكي عن نشاط الجمعية، شو أبرز النشاطات بالجمعية وخاصة بهذا الشهر الوردي يلي نحن عم نوعي كل الصبايا والسيدات إنه يروحوا على المراكز ويفحصوا حالهم. خلينا نحكي عن الجمعية هيك بشكل شوي سريع. الجمعية تأسست 2007. طبعاً أولها بلشوا شوي شوي النشاطات ما كانت يقدروا، ما عندهم مجال إنه يقدروا يتوسعوا. صار لها السنتين ثلاثة بالعكس رجعوا زادوا النشاط، والحمد لله من السنة الماضية بلشت نشعر بالفرق، واللي قبلها إنه بلشوا يتعاونوا في أيوة لأنه بين الندوات بين المحاضرات اللي كانت عم ترجع، وتعاون كبير من الأطباء اللي كانوا عم بيساعدوا ويشرحوا طريقة الفحص كيف عند الستات وكيف عند يقدروا يفحصوا حالهم، هن يكتشفوا ذاتهم، يكتشفوا شو الأوضاع اللي عندهم اللي ممكن يقدروا يعرفوا ويروحوا يراجعوا المراكز. فكتير كان في تعاون والحمد لله عم تعطي نتائج كتير منيحة، كتير نتائجها ممتازة اللي هلأ إقبال فظيع. ولاحظنا أنه حتى وقت اللي عم نروح نحن على المراكز أو نرجع نحكي في معنا كانوا طبيبات ببعض الأحيان، كل واحدة تقول ممكن أنا تفحصوني، عملوا لهم مثل غرفة خاصة وبلشوا اللي عندهم حسوا أنه في مشكلة رأساً بعتوهم على المراكز المختصة. هذا كتير ساعد، معناتها في تأثير بالوعي. أكيد. والحقيقة بلشت نسبة كبيرة من الصبايا أنه يرجعوا يمشوا بخطوات كبيرة بوعيهم وبمحبتهم للدنيا ولبلدهم ولعيلالهم، وأنه يكونوا داعمين. يمكن ما لازم الواحد يكون أناني لا. تجاه لا. لا. خصوصي لأنه عنده شيء يخاف عليه. شوف. عنده أولاد يخاف عليهم، يعني إذا بده يكون أناني بحق نفسه فهي مشكلة. هي أنت عم تقولي ما يكون أناني، هلأ هي إجت تنتين، أناني يحب حاله ويحب اللي حواليه، معناتها لازم التنتين، حبي حالك وحبي اللي حواليك. أكيد. وهو الشخص لما بيحب نفسه أصلاً بيقدر يحب الآخرين وبيقدر يعطي للآخرين. إذا ما بيحب حاله كيف بده يحب غيره؟ أكيد. يعني كان لكم تجارب كتير كبيرة بكل المحافظات السورية درتوا يعني، وهذا الشيء كتير كتير أسعدنا إنه السنة عم نلاقي إقبال كبير. وهذا شيء لأنه كمان عندكم تجربة قد ايه يمكن ساهم بنجاح تجربتكم ونشر توعية بشكل كبير. أكيد أكيد أكيد، يعني هالتجربة بالعكس ساعدتنا أنه نقدر نعطي، إذا حدا سألنا نعطي النصيحة. أكيد. يعني تجربة خلينا نقول حكيتي عنها، بدنا نتشكر هيدا الجرأة، بدنا نتشكر أيضا مشاركتك بالجمعية ودعمك لكل السيدات والصبايا انطلاقا من تجربتك، وإن شاء الله يا رب يعطيك الصحة ويعطي جميع الصحة. بتمنى كل ست أكيد. هي فضل. تكون داعمة، كل ست هي تكون داعمة وتنبه اللي حواليها انه عملتوا فحصتوا حالكم، انتبهتوا لصحتكم. شكرا كثير. الله. شكرا.